يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلون. ثم بعد ذلك انتقل المصنف الى علامات النص. طبعا سيتحدث عن اولا الاعراب الاصلي في الايام. قال هو للنص خمس علامات: الفتحه هذه علامه ايه؟ اصليه، والالف والكسره والياء وحذف النون. فيمكنك ان تحكم على الكلمه بانها منصوبه اذا وجدت هي فيها علامه خمس علامات: واحده اصليه وهي فتحه، واربع مرفوع عنها يعني او ايه اربع علامات بالنيابه الا وهي ايه؟ الالف والكسره والياء وحذف النون. هذا الكلام سهل الحمد لله، نتدرس هذا الكلام. الفتحه هو واضح الاعراب، هذا الاعراب الاصلي به الفتحه. تكون الفتحه علامه للنصب، قال اما الفتحه فتكون علامه للنصب في ثلاثه فقرات: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع اليه اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل به شيء. الفتحه تكون علامه على ان الكلمه منصوبه في ثلاثه فقرات: الموضع الاول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي ليس مضارع ناصب ولم يتصل بفعل من الثاني ولا باب جمع ولا يعود قطر ولا من التوكيد ولا من التشكيل. لابد ان يبدا من التشكيل. اولا الاسم المفرد سبق تعريفه، والفتحه تكون ظاهره على اخر النحو: لقيت عليا قابلت هندا. عليا وهندا اسمان مفردان منصوبان، لماذا؟ لانهما مفعولان. اذا هذا هو ايه؟ قلنا المعمول العائد، العائد الذي دخل هو ايه؟ لقيت، والمعمول هو ايه؟ هندا او عليا. يبقى منصوب على التصميم ايه؟ الفتحه الظاهره الأول مذكر والثاني مؤنث. وتكون الفتحة مقدرة كما في مفهوم إيه؟ لقيت الفتى. لما قلنا الفتى للثقل ولا للتعدد؟ ها؟ التعدد. حدثت ليلى. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان بكل ذكر كل منهما وقع مفعولا به وعلامة تصميم فتحة مقدرة الألف منع من ظهورها التعدد. الأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره: نحو صحفت الرجال، رأيت البنود. كل هذا باب الأعراب الأصلي. فالرجال والبنود، فالرجال والبنود جمع تكسير منصوبان كونهما مفعولين وعلامة تصميم الفتحة هي الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة كما في قوله سبحانه: وترى الناس سكارى، وكما في قوله: وانكحوا الايام. والايام بالمناسبه تطلق على المذكر والمؤنث يعني عدد من التزوج. فسكارى والايام جمع تكسير المنصوبات كونهما مفعولين وعلامه نصبهما فتحه مقدره على الالف منع من ظهورها التعدد. واما الفعل المضارع المذكور كما في قوله: لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامه تصديق مدح الظاهر. وقد تكون الفتحه مقدره كما في قولك: في قولك يسرني ان تسعى الى المجد. فتسعى فعل مضارع منصوب بان وعلامه تصديق مدح مقدره الف منع الطاويه تعلم. فان اتصل الف الفعل المضارع الف الاثنين، هنا بقى ينتقل الكلام الى الاصل الايه؟ نحو لن يضرب او واو جماعة نحو لن تضربوا، او يوم خطبة نحو لن تضربي. بعدين الايات الاثنين واو جماعة يوم خطبة لن تضربي، لم يكن مذكور فتحة، فكل من تضربا تضربوا غير منصوب بلن وعلامة تصميم حذف النون لمس الكلام اللي هو الايه؟ اعراب الايه؟ الافعال او الامثلة او لمس الكلام. والالف او الواو او الياء فاعل مبني على السكوت علامته ايه؟ في محل رفع. ويختصر بأخير دون التوكيد، بدل ما هذه الثلاثة واضف الآية دون التوكيد، واضف الآية دون إيه؟ دون النسوة. إذا ما حدث أضيفت هذه العرب العرب يعني حتى تحفظها على الإيمان. عرب من أفعال لو الأمثلة والنماذج الخمسة كل فعل مضارع تصل بها ألف مثنى وهو جماعة ومخاطبة، أضف إلى واو الجماعة ويا ألف مثنى وهو جماعة ويا مخاطبة، أضف إليه دون التوكيد ونزل إيه؟ ودون النسوة. يبقى إذا وجب الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. دخل عليه ناصب ك
كما رأينا كما في الله مثلا، ولكن لم يتصل بأخره أخر شيء كما في هذه الخمسة. اتصل في شيء من الخمسة يتحول إلى ربه. واتصل بأخره دون توكيد ثقيلة والله لا تذهبن، قالت الله إيه لا أكيدن، فأكيد فبنيت على الفتحة لماذا؟ الاتصال الاتصال بدون التوكيد الثقيلة بالفعل. والله لن تذهب أو لن تذهب كما قلنا في الأمثلة التي أخذناها أمس، ولا يكون ولا يكون من الصغير ونقف، ولا يكون من الصغير الخفيفة، لن أسفع من نصير الصغير، لن أسفع من الصغير. يقول لك لماذا الاتصال بدون التوكيد الخفيفة به؟ الخفيفة أو الثقيلة كلاهما واحد، ولكن الخفيفة تدل على خفة التوكيد والثقيلة تدل على التوكيد أشد. وكما في قوله سبحانه فإما نذهبن بك، وفي رواية ويسع تقول فإما نذهبن بك، كما تشوف الخفيف لا يحكمنكم سليمان، رواية ويسع لا يحكمنكم سليمان واحد. واتصل بفعل ما قلنا ايه لان تذهبان، فهو مبني على فتح محل ايه محل لفظ، لا تنسى ان مبني على فتح محل ايه محل لفظ اصلا ينصب، ولكن ايه ولكن بني على الفتح. واذا اتصل بفعله نون النسوه نعم لا تدركا المجد، فقلنا امس العكس، يبقى نون النسوه تكون ايه مفتوحة ساكنة ما قبلها، خلافة التوكيد ساكنة مفتوحة ما قبلها. لن تدركنا المجد إلى الأرض، هو حينئذ مبني على سكوت محمد كما قلنا أيضا ايه وأخذنا منكم ميثاقا قريبا، في قوله وأخذنا منهم ميثاقا قريبا ما في تشابه، وتبع أنها شخصا أن يأخذ شيئا فأقول لا تأخذ الكتاب مثلا، يبقى إذا نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة عكس نون إيه؟ عكس نون النسوة، يعني هذه نون التوكيد ساكنة مفتوحة ما قبلها مخففة ما قبلها، ونون النسوة مفتوحة ساكنة ما إيه؟ ما قبلها. لن تدركنا أمام تدركنا واحد. نيابة الألف عن الفتحة، قالوا أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نعم عيد أباك، هو يوزع الكلام على الإعراب الإنجليزي، عيد أباك وأخاك وما أشبه ذلك، قد ذكرنا الأسماء الخمسة وشرط إعرابها الواو وأفعل والألف نصبا والياء جر. والآن نقول كما أن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخر، نعم احترم أباك وانصب أخاك، وقد تصدقت أخاك هي وأنما هو ونظم باك، ولا تحترم ذا المال بماله، فكل من أباك وأخاك أو أباك أو أباك أو ذا المال في هذه الأمثلة ونحوها مفعول لأنه وضع فيها مفعولا به، ولا تنص الآن في هذا الفتحة وكل منها مضاف ما بعده من الكاف والمال ضرب، يعني تحققت في الشيء وليس الألف موضع التنوم عن فيه عن الفتحة سواء الموضع هذا الموضع الوحيد الذي هي الألف تنوم عن فيه. طبعا أيضا من قواعد اللغة والنحو أن هناك لغة تعرف أباك رفعا ونصبا وجرا بالألف، تقول رأيت أباك مررت بأباك وقال أباك، فإن أباك وأبا أباك قد بلغ في المجد غاية، طب فإن أبا ماشي وأبا ماشي وأبا أبيها ومضاف إليه، لا ولكن هذه اللغة تجري إيه؟ تجري أباك خالد ها رفع المنصة وجرع من إيه؟ بالألف. وكذلك في هناك لغة في المسند تجري المسند رفعا ونصبا وجرا بالالف والنون كما في قوله تعالى ان هذا كما في روايه حفص ان هذا لساحر
إذا الذي يستحوذ المفترض بالصغير باتباع سليم إذا الذي يستحوذ المفترض تقول إذا إيه المشروب إن هذين، ولكن هذه اللغة الصحيحة كما حكى النسائي قول بعض العرب من يشتري مني خفان مفترض أن يشتري مني خفين. ديارة الكسر على الفتحة، وأما الكسرات فتكون علامة اختصاص بجمع المؤنث الثاني، وقد عرفت كيف صرف جمع المؤنث الثاني، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره. إن الفتيات المؤدبات كما نقول مثلا إن المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات، لا إن المسلمين والمسلمات مش حاجة اسمها المسلمات المسلمات، يبقى إذا تنصب تنصب بالإيه؟ بالكسرة نيابة عن الفتح. أن لهم جنات تنصب بالكسرة نيابة عن الفتح. فإن أردت أن تعرفه فمن الممكن أن تستدل كما ذكر الشيخ محمد مهدي عبد الحميد أن تستدل على أصل هذا الجامع بوجود الكسرة في ذلك. إن الفتيات المؤدبات يكرهن المشتل، فكل الفتيات والمؤدبات جمع مؤنث لسان ون وهما منصوبان، الكون الأول اسما بإذن، والكون الثاني نعتا للمنصوب اللي هو إيه؟ المؤدبات. يبقى إن الفتيات يبقى الفتيات اسم إذا، والمؤدبات نعتا إيه؟ نعتا للفتيات، نعتا وصفة كما قلنا صفة التماسكين ونعتا للتنمية. وعلامة نصبه ما كسرة يا بكرة، وليس الكسرة في موضعها تنم فيه عن الفتحة سواء الله بعيدا عن الله بفعل ذي إيه، إنما يحدث العكس فيه في ماذا؟ في المضارع الصرف. وإذا حييتم بتحيات فحيوا بأحسن منه، فنقول هذا إيه؟ هذا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة تركب بأحسن، ولكن لأنه إيه؟ ممنوع الصرف. ولكن في سورة النحل ولنجزينهم أجمل على صاحب ذكر الأنثى وهو مؤمن فلما يتعد طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن بأحسن ما كانوا يعملون. آيتان خلفهم بأحسن ما كانوا يعملون نفس كلمة بأحسن ما كانوا يعملون. فماذا نقول؟ في سورة النساء وإن حييتم بتحية فحيوا بأحسن من، وفي سورة النحل بأحسن ما كانوا يعملون. هذه مصبوغة بحرف الجر وهذه مصبوغة بحرف الجر، هذه بأحسن وهذه بأحسن. الله أكبر، ماذا سلام الله يفتح عليك. فهي مضافة. نعم تمام من الله، بس أنا تعرف هذا القصة بسبب إيه؟ بسبب الإضافة، إذا أضيف صرف وإذا لم تضف منعت من الصرف. يا باب بأحسن منها بيانة الإضافة، إنما بأحسن ما، إنما بأحسن منها ليست الإضافة. وسيأتي هذا مرة أنا في أتقدم قصة إن شاء الله. نيابة الياء عن الفتحة، وأما الياء قال وأما الياء فتكون على مثل النصب بالتثنية والجمع. قد عرفت المثنى فيما مضى، كذلك عرفت جمع المذكر الثاني، والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. مثال المثنى: نظرت عصفورين فوق الشجرة، أو اشترى أبي كتابين أحدهما لي والآخر لأخي. هنا نيابة الإيه؟ نيابة الياء عن الفتح، فكل من عصفورين وكتابين منصوب بكونه مفعولا به، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبله المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
تأتينا مجلسي. أشهد أن لا إله إلا الله. أحسن شو؟ أشهد أن يقولون
الخط، والمصريين يقولون ايه جر. قال علامات الخط، والخط ثلاثه علامات: الكسره يبقى دي علامه اصليه، والياء والفتحه تبقى علامه ايه؟ واذا اردت ان تعرف هذا فينبغي ان تنتبه الى ثلاثه اشياء: الكسره هي اصل في الخط، والياء والفتحه فرعان عن هذا الاصل. الكسره العلامه الاصليه ومواضعها. قال فاما الكسره فتكون علامات الخط في ثلاثه مواضع: في الاسم المفرد المتصرف، المتصرف يعني ايه؟ يعني الذي يصح فيه ايه؟ ها؟ يصح فيه صحفيه العلامة الأصلية، بس دي وضعها صرف أسماء، دي وضعها صرف مثلا أفعل أو ما شابه، وجمع تكسير المنصرف، وجمع المؤنث الثاني. ما نقول مثلا كسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحدة منها علامة على أن الاسم مخفوق، تطور هو الاسم المفرد المنصرف. قد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا ان الصرف يلحق اخره، يعني في علامه اصليه تنوين، والصرف هو التنوين. نحن سعيت الى محمد، ونحن رضيت عن علي، ونحن استفدت من معاشره خالد، ونحن اعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي مفروض تدخل حرف القبض عليه، وانا مفروض خفي الكسره افضل. كل من خالد وبكر مفروض الاضافه ما قبله به، وعلامه تخطي الكسره الصغيره ايضا محمد وعلي وخالد وبكر اسم مفرد ومتصرف لحكم التمهيد. طبعا انا اتحدث عن فرع بفرد ايه؟ بفرع الاصل. انا في صرف فيه صرف في الصفات وفي داخله. الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير وقد تعرضت عليه وذلك بنحو مررت برجال كرام، رضيت عن اصحاب لنا شجعان. كل من رجال واصحاب محفوظ لدخول حرف الخفض عليه وعلى تقضيه كسر الاضرار، وكل من كرام وشجعان محفوظ لانه دعوه للمحفوظ على تقضيه الكسر الضريبات الذي تابع ويدفعه ما قبله. ورجال واصحاب الكرام والشجعان هو تكسير وهي منصرفه لحقوق التقليديه. الموضع الثالث قال ايه؟ جمع المؤنث الثاني. قد عرفت ان سبب جمع المؤنث الثاني. نحن نظرت الى الفتيات المؤدبات، رضيت عن المسلمات المؤنثات. كل الفتيات والمسلمات مفروض تكون حرف القبض عليه وعلى تقديم كسره اقل. ومؤدبات وخالدات ايضا مفروض انه تابع للايه؟ للمفروض. وعلى تقديم كسره اقل. كل الفتيات والمسلمات المؤدبات وخالدات جمع المؤنث الثاني. هكذا اتعلمت ايه؟ من الاعراب الاصلي في الخط. هناك النيابه، النيابه قلنا لها تعالى الخط الياء والفتح. نيابه الياء عن الكسر فتكون علامه، قال واما الياء فتكون علامه الخط في ثلاث مواضع: الاسماء الخمسه في التثنيه والجمع، ثلاث اشياء. الاسماء الخمسه كما مضى معنا، ولكن هذا ايضا ايه؟ تاكيد على ذلك. وفي التثنيه وفي الجمع. في الاسماء الخمسه كما تقول: لا ترفع صوتك على صوت اخيك، او على يعني على ابيك مثلا. لا تكن محبا للمال الا ان يكون مؤدبا. محبا لايه؟ لذي. هذا مفروض على تفضيل ايه؟ الايه؟ الياء نيابه عن الكسر. لا تولى الاسماء ايه؟ الكسر. فكل من ابيك محبا للمال مفروض تكون محبا عليه ولا تفضيل الياء. والكاف في الاولين ضمير مخاطب يبدو له متصل، وهي مضافه الى اليه محليه مع الفتح في محل خطر. يعني محل خطر ايه؟ محل خطر محل جر مضاف اليه. وكلمه الماء في المثال الثالث مضاف اليه، هي ايه؟ في الماء، وايضا مشهوره بالكسر اربع. الموضع الثاني المثل: انظر الى الجنديين، سلم على الصديقين. هذا المفروض تكون حرف القبض عليه وعلامه تقديه الايه؟ الياء المفتوحه قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لانه دال على اثنين. الموضع الثالث ايضا النيابه ايه؟
ديابة عن الكسرة جمع المذكر الثاني. رضيت عن المكرين، نظرت إلى المسلمين، أخبار مسلمين المسلمين مسلمين، نظرت إلى المسلمين الخاشعين. رضيت عن المكرين، كل المكرين والمسلمين مقبول بكل حرف قبضي عليه. علامة الحضيه مكتوب ما قبلها، المفتوح ما بعد. إذا في جمع 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 مذكر سالم يكون الإعراب بإيه؟ على الضم الياء مقصور ما قبلها، المفتوح ما بعد. إنما في المثنى الياء إيه؟ مفتوح ما قبلها مقصور ما بعد. العكس يقول إيه؟ المسلمين المسلمين تحط عكس ديابة الفتحة عن الكسرة. وأما الفتحة فتكون علامة الضم للاسم الذي لا ينصرف، وهذا في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف، يعني لا يقبل الصرف وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود عينتين فقهيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد في علة واحدة تقوم مقام العلة الثانية. هنا الكلام عن الممنوع من الصرف. العلة التي توجد الاسم تدل على الفرعية وهي وجهة المعنى متاهية ليس رجل العالمية الثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة تحتاج إلى عدتين باسم مقام الصرف بسبب وجود عدتين. والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي وجهة المعنى ست علل، وهي التأنيث بغير ألف والعزمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الجر والعدل، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود عدتين أو مع وأما مع الوصفية فلا يوجد ذلك واحدة مثل وزيادة الألف والنون أو وزن الفاعل أو هذه